بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية وما بيا لي غي كومبخوندغ للمبتدئين. عندنا أيضا لو فيرب ساليغ. لو فيرب ساليغ، ساليغ يعني وساخة، أنك تتوسخ شي حاجة. مثلا غنشوف هذا المثال، هذه حكمة بطبيعة الحال. افون دو ساليغ يعني قبل ما توسخ اون بيرسون، هذا واحد البروفيرب يعني مثال شعبي. افون دو ساليغ يعني قبل ما توسخ اون بيرسون يعني شخص. اسيغ توا سي لو فيرب ساسيغي يعني تأكد، تأكد انت داتر بروبر بانك نظيف. قبل ما توسخ شخص اخر وترميه بشي القاب وتقول عليه شي كلام، اسيغ توا يعني تأكد انت بعدا داتر بروبر بانك نظيف. اذا افون دو ساليغ اون بيرسون اسيغ توا داتر بروبر يعني تأكد انت بانك نظيف. اذا هذا بطبيعة الحال مثال في هاد فيل ساليغ يعني وسخة. عندنا هاد المثال اللي هنا دي بلاك سال. عندنا دي بلاك سال كما نلاحظ في هذه المدينة الأوروبية اسمها لوكسمبورغ. المجلة أنها تقول دي بلاك سال بوف يعني دي بلاك يعني هاد الصفائح. بلاك سال هاد الصفائح المتسخة تجي من فعل ساليغ. نقول عن شيء بأنه متسخ ستادير سال. هنا بطبيعة الحال تنتكلمو على دي بلاك يعني مجموعة صفائح، متنتكلموش على الصفيحة اللي قدامنا بوحدها. جميع السيارات اللي عندهم هاد الصفائح اللي تتحمل هاد الأرقام إلا كانت موسخة، إذا دي بلاك سال بوف يعني أنه يمكنها كوتي، يمكن أن تساوي، تتمن إن صح التعبير، ممكن أن تأخذ واحد القيمة. تخي شير يعني غالية، ماشي المقصود بأنها غتاخذ قيمة من حيث القيمة، ولكن المقصود بأن غيولي عندها واحد الثمن غالي، مولاها غيأدي عليها واحد الثمن غالي، يعني أنه غيأدي ضعيرة. هذا هو المقصود هنا. إذن هاد لي بلاك، إذن سي بلاك سال هاد الصفائح المتسخة بوف كوتي تخي شير يعني أنها ممكن أن تساوي غاليا جدا، يعني أنها ممكن أن تؤدى عنها دعائر غالية مرتفعة. لي زوطوموبيليست يعني السائقون عند علاقة بالأوتوموبيل يعني السيارة. إذا نتكلم عن لي زوطوموبيليست يعني السائقون، يعني كأننا نقول السيارون أصحاب السيارات. كي نو لاف با الذين لا يغسلون، سلفر لافي ماشي السولافي. السولافي يعني أنك تغسل نفسك أو جزءا منك، مثلا يديك رجليك إلى آخره أو رأسك. مثلا نقول il se lave la tête يعني انه يغسل راسه، ولكن هنا عندنا لو فيرب لافي يعني انه يغسل. لي زوطوموبيليست كي نو لاف با يعني السائقون او اصحاب السيارات الذين لا يغسلون ماذا؟ لا فواتور يعني الذين لا يغسلون سياراتهم اي نوطامون وخاصة لي بلاك، خاصة هاد الصفائح اللي ورينا دابا. دي ماتريكلاسيون d'immatriculation et notamment les plaques وخاصة الصفائح. d'immatriculation يعني ديال الترقيم. s'expose يعني أنهم يتعرضون. le verbe exposer يعني أنك أنت تعرض شيئا لشيء، ولكن هنا عندنا le verbe s'expose يعني تعرض. إذن il s'expose يعني أنهم هم يتعرضون. il s'expose يعني أنهم هم يتعرضون à des amendes أنهم يتعرضون لأي شيء. أدي زاموند، لي زاموند المقصود بها الدعيرة، لي زاموند المقصود بها الدعائر، يعني تيخلصوا الخطيات. علاش؟ على هذيك لا بلاك المتسخة. عندنا لو فيرب تونيغ. تونيغ يعني أنك تأخذ شيئا باليد، تتشد، هذا هو المقصود. لو فيرب تونيغ يعني أنك تتشد، تتشد شي حاجة بيدك. إذن مثلا تونيغ لا شانديل يعني أنك تتشد لا شانديل، المقصود أنك تتشد بيدك واحد الشمعة. إذن تونيغ
La chandelle, c'est le verbe tenir. عندنا ايضا لو فيرب فينير. فينير هي جاء يعني اقبل. اذا سي لو فيرب فينير. جو فيان تو فيان ايل فيان ال فيان نو فينون فو فيني ايل فيان ال فيان. اذا هم ياتون هن ياتينا. ولكن هاد لو فيرب فينير عنده واحد الخاصيه تلعب الدور بعد مرات ملي تيجي مع واحد الفعل اخر موراه غير ملي تيجي مع واحد الفعل اخر موراه تيلعب الدور بحالو بحال لوكسيليير اتر ولوكسيليير افوار ولكن هو ما غاديش يلعب الدور كامل لان الاكثر استعمالا طبعا الحال في الفرنسيه عندما نتكلم عن الافعال المساعده تنتكلم على افوار وعلى اتر اذا كاننا نتكلم هنا عن سومي اوكسيليير يعني نصف مساعد طبعا الحال كاين فينير كاين الي كاين افعال اخرى أن تلعب الدور لو فيرب ميتر مثلا إذن إمتى تلعب الدور ديال الشبه مساعد ملي تيجي هاد لو فيرب ملي تيجي هاد لو فيرب فينير قبل واحد الفعل آخر بحال هاش بحال هاد المثال اللي عندنا هنا تنقولو لي في هما لي في يعني البنات فيان دو سورتير إلا جينا نترجموها يعني أنهم جاو باش يخرجوا فيان دو سورتير دو ليكول يعني من المدرسه ولكن المقصود هنا هاد لو فيرب فينير ملي تنشوفو لو فيرب فينير قبل واحد فعل اخر بحال هاد الشكل اللي تيتصرف هو هذا هو لو فيرب فينير هذا تنقولو دو سورتير دو بارتير دو بارلي دو مانجي نقولو اللي بغينا الفعل تيبقى الانفينيتيف ولكن اش تيولي يعني لينا هذا الفعل تيولي يعني لينا بانه يلاه دار هذا الفعل بحالاش لو فيرب سورتير هنا مادام انه جاء مباشره بعد لو فيرب فينير طبعا الحال المقصود بان هاد البنات يلاه خرجوا هذا هو المعنى لي في فيان دو سورتير دو ليكول الا قلنا غير لي في فيان دو ليكول يعني ان البنات جاوا من المدرسه هذا هو المعنى لي في فيان دو ليكول يعني ان البنات جاوا من المدرسه جاوا منها ولكن لا قلنا لي في فيان دو سورتير دو ليكول يعني ان البنات يلاه خرجوا من المدرسه يعني انهم خرجنا للتو من المدرسه اي فعل يسبق بلو فيرب فينير طبعاً الحال هذا الفعل المقصود بانه وقع للتو قبل قليل اذا لي في فيان دو سورتير دو ليكول يعني ان البنات خرجنا للتو من المدرسه اما الى صرفنا لو فيرب فينير يعني لوحده المقصود به اتى عندنا لو فيرب بارتير لو فيرب بارتير لو فيرب بارتير المقصود به ذهب العكس ديال فينير بحالو بحال الي مع بعض الفروقات بطبيعة الحال بحالاش هاد الفروقات بحال انطلاقة هاد لو فيرب بارتير عندو المعنى ديال انطلاقة وعندو المعنى ديال ذهاب إذا سي لو فيرب بارتير مثلا فوالا كيلكا كي بار يعني أن الشخص يذهب إذا بينير لو فيرب بينير لو فيرب بينير أنه ينتاب إيغ كما نلاحظ فوالا امير كي بيني صافي تعاقب ابنتها طبعا حال تنوجد في بعض مجلات بعض الصحف الى اخره كومون بينير سي زونفون سون لي تروماتيزي يعني كومون بينير سي زونفون يعني كيفاش انك تعاقب سي زونفون الى شلنا هاد سي زونفون يعني المقصود كيف تعاقب أطفاله سي زونفون ولكن المقصود أطفالك نفس العبارة اللي عندنا هنا اللي بغينا نقولها باللغة العربية كيف تعاقب أبناءك سو لي تروماتيزي يعني بدون أن تؤثر عليهم نفسيا يعني بلا ما يكون داك العقاب أنه يؤثر عليهم نفسيا وتولي عندهم توجهات أخرى إذن
هنا في اللغة الفرنسية بدل أنهم يقولون لك كومون بونير تي زونفون، يعني أطفالك، بحال ما تيقولوهاش لك في وجهك، هذا هو المقصود هنا، يعني كيف يعاقب إن صح التعبير أبناءه، يعني ما تيقصدوكش بها مباشرة، بحال فيها شيء من الاحترام إن صح التعبير أو لا بوليتاس. إذا كومون بونير سي زونفون، يعني كيف يعاقب أبناءه، يعني ما تيقولوش لك أنت ديريكت، هذا هو المقصود، يعني الجملة ما تتقصدكش ديريكت، أنها تتقصد الشخص في الغائب، تيخليوها هكذا هما. إذا ملي تنشوفوا عبارة بهذا الشكل راه المقصود بها، إلا بغينا نتكلموا في اللغة العربية، كيف تعاقب أبناءك، رغم أنهم تيتكلمون على كومون بونير سي زونفون، يعني كيف تعاقب أبناءه، أو كيف يعاقب أبناءه، أو كيف تعاقب أبناءه إلى آخره، أو أبناءها، أبناءه أو أبناءها إلى آخره. أحيانا مثلا نجد كومون كونستخوير سا ميزون، يعني كيف يبني منزله، ولكن المقصود كيف تبني منزلك. إذا التي يهمنا هنا هو الفيرب بونير، إذا كومون بونير سي زونفون سون لي تروماتيزي، يعني كيف تعاقب أبناءك ولكن بدون أن تترك آثارا نفسية عليهم. عندنا غاندير، غاندير ما معنى غاندير؟ تنقول على شي واحد بأنه غان يعني أنه كبير، إذا غاندير المقصود به هي كابورة بحال اللي عندنا هنا، ولكن الكه كي غاندي يعني الشخص الذي كابورة. إذا بطبيعة الحال نتكلم هنا عن جو غاندي، أنا أكبر، أنا راه في البريزون، أنا أكبر، تي غاندي، إيل آل أن غاندي، نو غانديسون، فو غانديسي، إيل غانديس، آل غانديس، يعني هم يكبرون، هن يكبرن. إذا سو الفيرب غاندير أو بريزون دو لانديكاتيف. عندنا أور، هاد الصوت أور مثلا كما في كلمة لو ميغ، لو ميغ كما رأينا فيما سبق، لو ميغ المقصود به هو الجدار، الحيط، مثلا كما نلاحظ سي تا ميغ، سي لو ميغ، يعني إنه الجدار. عندنا لا سوب، لا سوب طبيعة الحال هي اللي عندنا دابا في رمضان، ولا سي لا سوب يعني الحساء. إذا عندنا هنا لا سوب اسيغ، لا سوب اسيغ، إذا هذيك الحساء اي لو فيرب اتر تنقولو جو سوي، tué، il est أو elle est. إذا عندنا لا سوب، طبعا حتى نتكلموا على كلمة مؤنثة، إذا لا سوب اي يعني كأننا نقول elle يعني هي موجودة، موجودة فين؟ sur يعني فوق. إذا il est sur يعني أنها هي فوق la table. إذا voilà c'est la soupe qui est sur la table، يعني هذه هي الحساء اللي موجودة فوق المائدة. Voilà la soupe sur la table، يعني هاي الحساء فوق المائدة. Du vin pur يعني الخمر الصافي، كما تيقولوا معنا دو فان بور، يعني من الخمر، بحال تنتكلموا على واحد الجزء من الخمر، ما تناخذوش الخمر ككل، بور يعني انه صافي. وبطبيعة الحال واخا يكون صافي يعني انه تيبقى له مدار ديالو الخطيرة، هاد المسألة بطبيعة الحال تيتكلموا عليها العقلاء ديالهم الآن والطب إلى آخره. على كل حال عندنا هاد الصوت أوغ 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 أوغ، نجده في كلمة la porte، port، porte، la porte. طبعا بحال la porte المقصود بها كما قلنا قبل قليل، voilà c'est une porte fermée، يعني باب مغلق، ولكن هنا عندنا la porte كأننا نقول الباب، كلمة مؤنثة fermée، هذاك الشيء زدنا واحد الأهنة. كون كنا تنتكلموا على باب مذكر باللغة الفرنسية، طبعا بحال غنحذفوا هاد أ. عندنا لو فيرب دورمير، دورمير ما معنى دورمير؟ المقصود بها نام، ولكن الكا كي دور يعني شخص ينام، طبعا الحال في البريزون تنقولو جو دور، تي دور،
Il dort, elle dort. Nous dormons. Vous dormez. Il dorme. Elle dorme. يعني أنهم هم ينامون هن ينمنا. يعني الآن تنتكلموا على البريزون. تنتكلموا على البريزون. إذن هذا الفيرب دورمير أبورت. هذا الفيرب أبورتي. تنقولوا إحنا جاب أبورتي. أبورتي هي جاب. أنه أتى بشيء ما. إذن سالفيرب أبورتي. أبورت ممكن أنه يأتي كأمر. أبورت يعني يجيب. أو الأبورت يعني أنه هو يأتي بشيء. هنا بطبيعة الحال نتكلموا على كلمات أبورت. اللي تهمنا هنا أن تأتي فعل أبورتي. يعني أتى بشيء ما. مثلا فوالا كيلكان كي أبورت كيلكو شوز. يعني شخص يحمل شيئا. سالفيرب أبورتي. إذا بطبيعة الحال تنقولوا جابورت دي فلور. يعني أنا آتي بورد. أنا جبت معايا الورد. جابورت دي فلور. عندنا الفيرب سورتير. سورتير مقصود به خرج. إذا تنقولوا جو سور تي سور إيل سور إل سور نو سورتون فو سورتي. إيل سورت إل سورت. يعني هم يخرجون هن يخرجن. إيل سورت إل سورت. يعني أنهم يخرجون هن يخرجن. بطبيعة الحال نتكلموا على البريزون يعني في الحاضر. عندنا فخاب. فخاب هذا الفيرب فخابي. الفيرب فخابي المقصود به ضرب. هذه عبارة جا فيها الفعل فخابي يعني في الأمر. تقولك فخاب. فخاب يعني اضرب. فخاب. فخابون يعني فلنضرب. فخابي يعني فلتضربوا. يعني كلكم تضربوا. هنا بطبيعة الحال اللي عندنا في العبارة فخاب. فخاب يعني اضرب. كما نلاحظ فوالا اون بو فخابي سيغ ان كلو. يعني ممكن اننا نضرب فوق مسمار بار ان مارتو مثلا بمطرقة. اذا نقول جو فخاب تي فخاب ال فخاب ال فخاب نو فخابون فو فخابي ال فخاب ال فخاب. يعني هنا يضربنا. طبعا حتى نتكلموا ديما على البريزون. في الأزمنة الأخرى ممكن أن هذا الفعل يتغير. إذن فخاب فور يعني أضرب بقوة. فخاب فور يعني أضرب بقوة. طبعا حتى تجي هذه الكلمة من لا فورس. لا فورس يعني القوة. إذن طبعا حتى نتكلم على فخاب فور يعني أضرب بقوة. إذن طبعا الحال كما نرى في المثال كومون فخابي فور ان كو دغوا. يعني كيفاش يمكن لك الضرب بقوة باللكمة اليمنى ان كو. لوكو هو الضربة هي. ولكن هنا مقصود به بحال كيفاش تضرب بقوة باللكمة اليمنى يعني باليد اليمنى. هذا هو المقصود هنا. كومون فخابي فور ان كو دغوا. يعني كيفاش تضرب بقوة باليد اليمنى. إذن هذا فيما يخص هذه الحلقة. حياكم الله وإلى لقاء قريب بإذن الله.